هذه الجمعيه اللي جابت واحد المشروع ان شاء الله ديال الكفاءه المهنيه اللي غادي يكون فيه غادي بدينا بعدا في التسجيل ديالو ان شاء الله من دابا حتى الاخر ديال العام، وجميع الناس اللي تسجلوا غادي يستافدوا من واحد الشهاده مهنيه اللي غتكون معترف بها معتمده من طرف الدوله. وهذه الشهاده اللي مهمه للحرفيين اللي كاين اللي دوز واحد 10 سنين و15 عام و20 عام في الحرفه ولكن لا يتوفر على شهاده كفاءه ولا شهاده مهنيه. ولهذا هذه الشهاده راه ضروريه، لان غادي يجي واحد الوقت اللي ما عندوش شواهد راه ما يمكنش ليه يدخل لسوق الشغل، وهذه الشهاده راه يمكن يفتح بها شركه يعني. وغادي نديروا مازال في المستقبل ان شاء الله واحد البطاقه مهنيه اللي غتكون معتمده من طرف الدوله، واللي ما عندوش هذا الدبلوم وما عندوش شواهد راه ما يمكنش ياخذ هذيك البطاقه المهنيه. في وكما كتعرفوا في هذه الجائحه اللي دازت ديال الكوفيد 19 ديال وباء كورونا اللي وقع واحد المشكل هشاشه وبينت على الضعف ديال الناس اللي ما منظمينش ما استفدوش، والناس اللي كانوا مهيكلين ومنظمين استفدوا في هاد هما الاولين اللي استفدوا. علاش؟ لان كانوا منظمين وكان عندهم واحد النظام اللي كينظمهم. لهذا بغينا حنا الحرفه ديال البناء والتجهيز باش هاد الحرفيين اللي ما عندهمش سميتو دبلومات ما عندهمش شواهد حتى هما تكون عندهم الشواهد ديالهم، وهاد الشهاده اللي غادي تدوز فيها المده ديال 6 شهور وغتكون معتمده وغتزيد واحد الاضافه لهاد الحرفيين في المستقبل ان شاء الله باش يدخلوا السوق. الشغل واش هادشي غير في جهه سوس ماسه ولا على الصعيد الوطني؟ هذا الشيء غادي يبدا في جهه سوس ماسه بالنسبه لنا حنا في جهه سوس ماسه، وغادي ان شاء الله ينطلق على الصعيد الوطني، غادي يكون من بعد غادي يستمر على الصعيد الوطني ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكون هما هاد الحرفيين تقريبا اللي غيستافدوا؟ غيستافدوا الحرف اللي غيستافدوا كاين الرصاص، الكهربائي، اصحاب الجبس، البناية، وكاين الجليج، الخياطة، كاين حتى الخياطة غادي يدخلوا، كاين بزاف ديال القطاعات، كلشي القطاعات اللي كاينين غير خصهم يكونوا فايتين 25 واحد في الجروب باش يمكن لهم يدخلوا في هذا التكوين هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني من 25 واحد لفوق، يعني ما بين 20 25 شخص، وفي اي حرفه خصو يكونوا فيها على الاقل 25 واحد، وهذيك 25 غادي يكون عندها واحد الاستاذ وواحد القسم ديالها اللي تبع معها المده ديال 6 شهور وتاخذ ديك الشهاده المهنيه. كما تعرفوا الجمعيه هي دوزت عدد الدورات التكوينيه للحرفيين ونظمت المعارض، ثلاثه دورات ديال المعارض المهني للحرفيين والتجهيز، وهي الان في صدر برنامجها باش ان شاء الله تكون عدد ديال الشباب والشابات في المجال ديال البناء والتجهيز اللي مازال ما عندهم حتى شي حرفه، تا هما غادي يدير لهم واحد البرنامج التكوين، وغادي دير تنظم ان شاء الله المعرض المهني في سنه 2021 اللي غادي يكون فيه تا هو دورات تكوينيه. وحنا خدامين على من اجل حرفيين ديال جهه سوس ماسه وديال على الصعيد الوطني ان شاء الله. كتعرفوا هاد الدوره تاجلت ديال 2020، الدوره الرابعه تاجلت بسبب الوباء، وفي الحقيقه خساره للحرف البناء والتجهيز هاد السنه اللي ما نقامش هاد المعرض، لان كانوا كيلتقوا فيه عدد ديال الشركات وعدد ديال الحرفيين من على الصعيد الوطني وكيحتفلوا وكيتكرموا على الحرفيين وكيدوزوا تكوينات، ولكن مع الاسف هذا العام هذه السنه ما دارش بسبب كورونا. وان شاء الله الرحمن الرحيم احنا كنوعدكم ان اذا رفع الله هذا البلاء في 21 غادي يكون احسن دوره في 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 الحياه ديال هذا المعرض ان شاء الله، الدوره الرابعه اللي غتكون في شهر 6 ان شاء الله. ونتمنى وان شاء الله الرحمن الرحيم الحرفيين يتجاوبوا مع هذه الدورات التكوينيه، بقاو في يد في اليد ونزيدوا بالحرفه ديالنا وننظموها كما بغى جلاله الملك لهذا القطاع باش يكون هيكل ومنظم. بالمناسبه الجمعيه المهنيه جابت واحد المكسب جديد للحرفيين، هو ديال التامين الصحي اللي هو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى يلقى نجاح و و و و و
يفهموا الحرفيين ينخرطوا فيه، لان مهم بزاف الحرفي اللي ما عندوش تغطيه صحيه راه عنده تامين دابا صحي متوفر. دابا الجمعيه دابت بواحد الثمن اللي هو ثمن مناسب للحرفيين باش حتى هما يكون عندهم التغطيه الصحيه ديالهم وما يوقعوش في المشاكل اللي وقعنا فيها هاد السنين الفايته، اللي كيمرض شي واحد ولا يتهرش ولا تيوقع عليه شي مشكل كيبقاو يجمعوا ليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.